كما ينضم إلينا عبر الهاتف سعادة السفير محمد عبد الحكم مساعد وزير الخارجية الأسبق. سعادة السفير، تنسيق مشترك وتعاون ما بين مصر والجزائر في كافة المجالات، في أي إطار تضع هذه العلاقات التي تنمو فيما هو قادم على كافة الأصعدة؟ يعني اسمحي لي سيادتك أشير بداية إلى أولا أن العلاقات المصرية الجزائرية شهدت طفرة متميزة للغاية خلال السنوات السبع الماضية، وذلك في أعقاب الزيارة التي قام بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للجزائر في 2014 في أعقاب تولي سيادته مسؤولية الحكم في يونيو 2014. كانت الجزائر هي أول دولة يقوم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارتها، وده بيعكس مكانة الجزائر لدى السيد الرئيس ولدى مصر وحرص السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على تعزيز العلاقات بين مصر والجزائر في كافة المجالات. نعم، كلنا نتذكر العلاقات التاريخية المتميزة القائمة بين مصر والجزائر، ووقوف مصر بجانب ثورة الجزائر في عام 54، واستضافة القاهرة للحكومة الجزائرية المؤقتة في سبتمبر 58، ونجاح مصر في استصدار قرار من الأمم المتحدة سنة 1960 بشأن استقلال الجزائر. ده من جانب، ومن جانب آخر كلنا نتذكر وقوف الرئيس الجزائري هواري بوميديان بجانب مصر في أعقاب هزيمة يونيو 67، ووقوف الجزائر إلى جانب مصر في بداية حرب أكتوبر، وقيام الرئيس هواري بوميديان بتمويل بعض الصفقات العسكرية من الاتحاد السوفيتي في ذلك الوقت لصالح مصر. هي علاقات تاريخية متميزة، نعم، وشهدت طفرة متميزة خلال السنوات السبعة الماضية. الجزائر حريصة على التنسيق والتشاور مع مصر بالنسبة لمواجهة التحديات اللي بتواجه المنطقة العربية، وفي مقدمة هذه التحديات قضايا الإرهاب والتطورات على الساحتين العربية والإفريقية، وفي مقدمة ذلك القضية الفلسطينية والأوضاع في كل من ليبيا والعراق وسوريا ولبنان. وهنا خليني حضرتك أشير إلى القضية الليبية أو الأزمة الليبية. نعم، هناك تطابق في وجهات النظر بين مصر والجزائر بالنسبة للأزمة الليبية وضرورة التوصل إلى حل ليبي للأزمة الليبية وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا من جانب، من أجل عودة الأمن والاستقرار إلى ليبيا، ومن جانب آخر ضرورة وقف التدخلات الأجنبية في الأوضاع الليبية وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا ونزع سلاح الميليشيات المسلحة المنتشرة في ليبيا. وهنا خليني حضرتك أشير إلى أن انتشار بعض التنظيمات الإرهابية في ليبيا بيؤثر على كل من الأمن القومي المصري والأمن القومي الجزائري. نعم، هناك تنسيق وتشاور كامل بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والرئيس عبد المجيد تنبون نتيجة هذه التحديات أو في مواجهة هذه التحديات. وهنا حضرتك برضو خليني أشير إلى أن المباحثات بين الزعيمان المصري والجزائري بالإضافة إلى بحث سبل دعم علاقات التعاون الثنائي في كافة المجالات سوف تناقش أيضا قضية لم الشمل العربي أو جمع الشمل العربي وملف القمة العربية القادمة في الجزائر خلال الفترة القادمة، وبمشاركة سوريا وتأمين حضورها لتكون القمة العربية المقبلة هي قمة جمع شمل الصف العربي. إذن هي إعادة لترتيب الأوراق العربية مرة أخرى، لكن دعني أتحدث معك عن هذه المواقف التي تتبلور في هذه الزيارة الهامة للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون فيما يخص أيضا الشق الاقتصادي. يعني مصر والجزائر دولتان إفريقيتان، ومصر دائما ما تعمل في القلب من إفريقيا على دعم قضايا التنمية، على تنشيط التبادل التجاري والقضايا التي تخص التجارة البينية ما بين دول القارة الإفريقية. يعني اولا اسمحي لي حضرتك اشير الى ان الحجم التبادل التجاري بين مصر والجزائر
بلغ حوالي مليار دولار في العام الماضي. ده من جانب. من جانب تاني، مصر هي الدولة الأولى أو بتتبوأ المرتبة الأولى من حيث الاستثمارات العربية في الجزائر الشقيقة، باستثمارات بتصل إلى 3.6 مليار دولار من خلال تواجد حوالي 26 شركة مصرية بتعمل في مكافة المجالات في الجزائر، في مجال الاتصالات، في مجال الإنشاءات، في مجال الزراعة. الاستثمارات المصرية بتتبوأ المرتبة الأولى بين الاستثمارات العربية الموجودة في الجزائر. الدولتين حريصين على زيادة الاستثمارات المتبادلة بينهم وزيادة حجم التبادل التجاري، هذا فضلا عن التنسيق من أجل أيضا زيادة التجارة الخارجية في إطار اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية من جانب، واتفاقية التجارة الحرة العربية من جانب آخر. يعني الدولتين حريصين على دعم علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري خلال الفترة القادمة، وإحنا نتوقع أن حجم التبادل التجاري قد يصل إلى 2 مليار دولار خلال السنوات الثلاثة القادمة. ما هو المردود إذن على الشعبين الشقيقين المصري والجزائري؟ يعني بالطبع يعني المردود هو مردود كبير جدا على الشعب المصري والشعب الجزائري نتيجة زيادة الاستثمارات الجزائرية، وإحنا بنتطلع إلى زيادة الاستثمارات الجزائرية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص سيادته كل الحرص خلال لقاءات سيادته مع كافة زعماء دول العالم على جذب الاستثمارات الأجنبية في كافة القطاعات في مصر، وذلك في إطار حرص سيادته على دبلوماسية التنمية الاقتصادية وتقديم كافة التسهيلات والامتيازات والحوافز للاستثمارات الوافدة إلى مصر في كافة القطاعات. وإحنا عارفين أن مصر بتقدم هذه التسهيلات والحوافز في كافة القطاعات، وفي مقدمة هذه القطاعات قطاع البنية التحتية والصناعة والطاقة المتجددة والصناعات الخضراء. نعم، أشكرك جزيل الشكر سعادة السفير محمد عبد الحكم مساعد وزير الخارجية الأسبق.